وسام ناجح، انت بطل ديال ولا مشروع بطل ان شاء الله مع الكوكب المراكشي ياك. وسام شحال هادي انت باش بديتي لا ناطاسيون؟ ولكن من صغري من 3 سنين كنت نعوم في البيسين تقريبا. دابا 4 سنين دابا باش بديتي نعوم. شاركتي بسمية الكوكب ولعبتي في بطولات وكذا، شنو اللي خلاك انت يعني من بعد 4 سنين هذه تولي تتلعب البطولات؟ ما بقاش تتعوم عادي، شنو تيحتاج الواحد؟ واش يخدم ولا كونسونطاسيون؟ يكون ديما مركز مع الاستاذ ويكون لا فولونتي و يعني خصك عنده اراده ضروري لك. انت دابا سمعت بانه درتي نتائج مزيانه، كنتي ما بين 32 واحد مزيانين في المغرب، هذه ماشي سهله وانت باقي صغير وسام. دابا شنو اللي تتوجد ليه انت؟ شنو تتوجد ليه ان شاء الله باش توصل؟ توجد ان شاء الله باش نكون بطل العالم. بطل اكيد هذه ضروري غتوصل لها ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق وسام، تبارك الله عليك. فدوى في دادي انت من البطلات ديال الكوكب المراكشي، فدوى شنو هما البطولات اللي خديتي دابا؟ بطولات المغرب، شامبيونا ديفير 2012 2013 وشامبيونا ديتي تاعي. هادو عندك شي تخصص في شي مسافه ولا تديري بزاف المسافات ولا؟ بزاف المسافات. يعني ممكن خديتي لنا بطولات في مسافات مختلفه؟ شنو هو اللي احتاجها في دواب بنادم ولا بنت اللي تبغي تكون بطله وتاخذ بحالك تولي يعني بطله تمثل الكوكب وتاخذ بطولات؟ شنو اللي يمكن تحتاج بنت باش توصل لهذا الشيء؟ الحماس وتكون تتعاون في لانترينمون مزيان. يعني الكونسونطراسيون ولا بدا منها في لانترينمون واراده ضروري ما تتكون. نعم. في دواب واش بنت تتلقى شويه الصعوبات على الولد في لاناطاسيون ولا شي حاجه؟ طبيعه الحال كاينه صعوبات بحال مثلا دابا الولاد هما صحاح علينا حنا صافي تجي الصعوبات. يعني المساله ديال القوه والقدره وزمان. في دواء انا نبغيك توجهي مثلا رساله للبنات اللي ما تيعوموش باش تنصحيهم وتغريهم باش يجيو يعوموا، شنو تقول لهم؟ شنو اللي زوين في لاناطاسيون؟ شنو اللي زوين في الكوكب يجيو الكوكب؟ لاناطاسيون رياضه صحيه بزاف وكنصحهم يجيو يعوموا. يجيو الكوكب بالضبط على اسكي يمكن شي حاجه كاين لي زونطرينا مزيان. يعني المؤطرين ديالكم عندهم دور كبير باش يعني عندهم دور كبير باش انهم بنادم يوصل يولي باطل. نعم. فدوا شنو هما الحوايج اللي كتحسي بهم يمكن جارينك شويه اللور ولا متقلينك باش ما توليش تحقي نتائج كثار من هذا؟ عادي الامور غاديه مزيان دابا، يعني من هنا العام الجاي نشوف بطولات اخرين ان شاء الله. شنو اللي انفيزيا دابا قدامك؟ بطولة المغرب الثاني ان شاء الله موسم 2013 2014. ان شاء الله تاهي غتكون ديال الكوكب ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك تكون ان شاء الله بطلة المغرب هذا الموسم. شكرا لك. ايا اجدي انت يا بطلة ديال الكوكب بحالك بحال فدوى محققة بطولة، انت شنو خديتي ايا؟ جيت شاد في شامبيون الماروك دو فوا وكنشارك في تشالنج كان الالعاب المدرسيه لي جو سكولير. صافي. شنو هما اللي خديتي فيهم بطوله في دول؟ هادو شفتي شنو خديتي في شي لقب شي بطوله شي تفكر؟ في لي جو سكولير مثلا في المغرب السنه الثانيه في جيتي الثانيه في المغرب في سيكون متدراس لي تشالنج كان جبد الميداليات. دونك تخي بيان تبارك الله راه مزيان. فدوى شحال الفلاج ديالك دابا ايا زعما فدوى مساعد بقات ليا فدوى سي ايا شحال الفلاج ديالك دابا 12 عام تبارك الله خديتي هادشي كله وشحال باش بديتي لا ناطاسيون دابا؟ اني كانت عندي 5 سنين بديتي بكري انت بديتي صغيره بديتي تعومي تبارك الله 12 عام جبتي اسمك ايا دابا تبارك الله هادشي كله اللي خديتي شنو هو اللي تبقاي تطمحي ليه دابا؟ شنو اللي تبغي توصلي ليه دابا لقدام؟ شنو دايره بين عينيك دابا؟ بغيت نحقق اوقات مزيانه اللي تقدر تجيني نكون بطلات المغرب وان شاء الله باش نكون بطلات العالم ان شاء الله. بطلات خصها تكون فيها خصك تمشي للمنتخب تمثل المنتخب وكذا. ديجا مثلتي المنتخب شي مره ولا لا؟ مازال. دونك خاصك ان شاء الله بطلات المغرب ونشوفك في ليكيب ناسيونال. صافي واحد
يلا تبارك الله عليك. فوالا انور خلفي انت بطل تاع الكوك المراكشي. انور تفكرني انت انور شنو هما البطولات اللي شاركتي فيهم واللي خديتي فيهم ليتي؟ انا نشكر كاش سبور اللي تنظم الضوء على نادي الكوك المراكشي. فهاد السنه كانت سنه حافله بالبطولات، فكنا من بفضل المجهودات المدربين والمنتخبين طاقم تقني نادي كوك المراكشي من المشاركه بفعاليه في جميع التظاهرات التي كانت هذه السنه، ولا سيما تظاهرات كاس العرش والبطولتين الصيفيه والشتويه التي قدمنا فيها مراتب متلاها مراتب في منطقه القديمه. وعندما جاش محمد الصفا فكان شي جاب واحد الهدف واحد العمل ثلاث سنه العمل مختلف ومتواصل. كنا مدعومين بالمكتب المسير الذي قدم لنا جميع الامكانات الماديه ولا اللوجستيكيه التي مكنتنا من احتلال مراتب متقدمه في جميع البطولات لهذه السنه. تبارك الله عليك انور. نبغي نشوفوا غير شنو الافاق المستقبليه ديالكم انور، شنو اللي تتوجدوا لدابا؟ الافاق المستقبليه كنتمناو مع زميل الزملاء اللي كيسمح معايا في نادي الكوكب المراكشي اننا نزيدوا من الاوقات ديالنا، نحققوا اوقات يعني مشرفه ونزيدوا بهذا النادي لقدام ونطلعوا في الناشئه ديالنا، لان الناشئه هي اللي تخلفنا حنايا. وهذا الشيء كنشكر جزيل الشكر للمدرب ديالي سي عبد الحليم الفداجي وجميع الاطر والرئيس عبد الحليم الفكعاني على السهر ديالهم في تقديم يد المساعده للسباحين. وحاولنا بهذا الممكن حاولنا اننا نوفقوا ما بين الدراسه والرياضه، فما كانش ماشي من السهل انك تسبح وتعوم، فكتكون صعيبه لانك ست مرات عندنا ثلاث حصص في الاسبوع. يعني من خلال ثلاث حصص في الاسبوع استطعنا اننا نضايعوا انديه اخرى في الرباط ومكناس والدار البيضاء التي تسبح يوميا لمده ساعتين. انا كنسبح ثلاث مرات في السيمانه وكل حصه فيها ساعه، فماشي ماشي بالسهل انك تكون ما بين لي بخوميي في شامبيونات ماروك ولا في بطوله العرش. تبارك الله عليك انور، كنتمنوا لك التوفيق. تبارك الله عليكم. محسن زماتي بطل اخر تاع الكوكب المراكشي. محسن اعطيني انت الكارير ديالك، انت بديتي لا ناطاسيون، شنو هما الاطاب اللي خديتي؟ بالنسبه للسباحه بديت السباحه في واحد السن مبكره ديال 8 سنوات، جيت تقريبا 15 سنه وانا كنسبح بنادي الكوكب المراكشي. بالنسبه للالقاب اللي حرصت عليها هذه السنه هو مشاركه في بطولات المغرب الشتويه، مشاركه في بطولات المغرب الصيفيه اللي تقامت بالدار البيضاء، ومشاركه بكاس العرش. وبالنسبه للمراتب حرزنا على حرزت على المرتبه الثانيه مع فريق الكوكب المراكشي في سباقات التناوب، لا في بطولات المغرب الشتويه بمكناس، لا بطولات المغرب الصيفيه، ولا حتى كاس العرش للسباحه. يعني تبارك الله الحويجات اللي درتو الانجازات اللي درتو مزيانين، لانه على حسب ما كيقال ايوب تتعوموا واحد الحصص اللي قليله. بالنسبه عندنا مشاكل بالنسبه للانترينمون، كنلقاو صعوبات باننا كنترينيو في ساعات متاخره من الليل، تنبداو الانترينمون مع 9 وكنساليو مع 10:30، وكنلقاو صعوبه لاننا كنترينيو 3 فوا باغ سومين. باغ كونتخ لي زوخ ايكيب في المغرب كيترينيو عندهم دي بيسين ديالهم، كيترينيو يوميا وحصه ترينيو ساعتين في النهار. كتبان هذه القضيه في لي كومبيتيسيون مع الانديه الاخرى، كيبانوا بانهم مترينين عليكم بزاف ولا انتم؟ بطبيعه الحال كيبان الفرق، لان كيبان الفرق بان في التوقيت، لان كثرة الحصص التدريبيه كتنقص من التوقيت ديالك في لاناج في لي كومبيتيسيون. وكنتمنى ان شاء الله ان هذه المشكله تحل في بيسين دوار العسكر ان شاء الله، باننا تحنا الفرصه باننا نترينيو يوميا ان شاء الله، ونحاولوا نقصوا في التوقيت ديالنا ان شاء الله في الكومبيتيسيون. هادشي كاينه منافسه مع ناس اخرين اللي تترينيو بزاف، وانتم هذا الترينيو قليل ولكن تديروا انجازات، باش كتعودوا على داك النقص تاع التدريب؟ واش هي الاراده ولا كاين شي؟ لا لا، هو كاين تدريبات اخرى، كاين تدريبات خارج المسبح كرياضه بناء الاجسام، كالجري، كلي كونديسيون فيزيك اللي كنحاولوا نعوضوا
هذا شويه هذا النقص اللي كاين في ساعات ديال لونترينمون، ولكن ما كافيش لان لونترينمون في لا بيسين ماشي هي لونترينمون اسيك، كاين فرق كبير، ولكن كنحاولوا نكونسيو شويه هذا النقص، ومن هنا لقدام ان شاء الله نتمنى ان هذه المشكله تحل ديال البيسين ونترينيو يوميا ان شاء الله. ان شاء الله هادشي اللي كنتمنى، شكرا لك بزاف، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك. يونس طاعت انت من ابطال ديال الكوكب المراكشي، يونس شنو هو الاختصاصات اللي كتشارك فيهم انت؟ تنشارك في 400 متر سباحه حره، وكل ما يتعلق بما هو سبيسياليتي ديال المراكشي السباحه الحره. نعم 100 متر 200 متر 400 متر الى 1500 متر سباحه حره. شنو هما فين خديتي البطولات؟ حسب على المرتبه الثالثه في الكناس في بطوله المغرب سريع 25 متر، حصلت على ميداليتين فوزيتين في الصنف 400 متر سباحه حره و 600 متر سباحه حره، وكذا سريع 50 متر اللي اقيمت مؤخرا في العاصمه الاقتصاديه ديال دار البيضاء، حصلت على ميداليه برونزيه في 400 متر سباحه حره. تبارك الله عليك، كاين الخير تبارك الله. يونس انا اللي بغيت ناخذ منك انت كاخر واحد غادي نهضروا معاه، هو دابا بزاف غيشوفوا هاد لي فيديو في الموقع ديالنا كاس سبورت، غادي يقولوا وليدات كلها ما غيقول علاش ما نكونوش حنا ابطال بحال يونس بحال محسن بحال ايوب. اشنا هو اللي خاص ولد باش يكون بطل، يعني بدا السباحه ولتي فيها مزيان يولي بطل، اشنا هما الحوايج اللي كنصح بهم انت الدراري؟ الحوايج اللي كنصح بهم الدراري هما تكون عندهم رغبه اولا وعزيمه والتفاني في العمل وفي التدريب خصوصا، ويكون جهودات عندهم كل يوم، واخا ما تكونش داخل المسبح تكون خارج المسبح مجموعه من الرياضات الاخرى الموازيه للسباحه. يونس انت باقي كتقرا؟ نعم. بزاف الدراري يعني تبارك الله كيوفقوا بين الدراسه وبين الرياضه، كيفاش هذه القضيه هذه؟ خصني واحد لومبلوا دو طون تكون داير برنامج ديال بالنسبه للاسبوع، من بعد غادي توافق ما بين الدراسه والرياضه، بعد تبقى الدراسه هي في المرتبه الاولى، يعني الدراسة مهمة وعاد تجي من وراء السبور وتبقى خصنا ديما ننظم وقت وياك يا يونس باش يكون الدراري تقريبا ديالكم كلهم تيقرا، يعني كلهم أبطال حاصلين على دبلومات وإجازات كلهم في أعلى المستوى، يعني الحمد لله، يعني كاين التوفيق ما بين الدراسة. شكرا لك يا يونس ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وتبقى دائما بطل وتبقى تقرا مزيان بجوج. شكرا. الله يخدر بك. الله يخدر بك.